خبير مصري يفجر مفاجأة بخصوص سد النهضة ويكشف عن كارثة، وبيان هام من الجامعة العربية على تأييدها للموقف المصري والسوداني للدفاع عن حقهما الشرعي. وهام جدا مصر سترد رد ناري على مجلس الأمن بسبب تجاهل إدانة الملء الثاني لسد النهضة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وخبير مصري يفجر مفاجأة بخصوص سد النهضة ويكشف عن كارثة. أكد أستاذ الهيدروليكا بجامعة القاهرة هشام بخيت وجود تقارير متعلقة باحتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي بحال الانتهاء من الملء. الدكتور هشام بخيت أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة قال خلال جلسة حوار مفتوحة التي تنظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري إن سد النهضة صنف دوليا من المشاريع الأكثر خطورة واحتمالات انهياره واردة، ورجع سبب انهيار سد النهضة في حالة الملء إلى أنه تم الطلب من إثيوبيا إعادة الدراسات الخاصة بالبناء حفاظا على السد، وحتى الآن لم تثبت إثيوبيا أنها أعادت النظر في هذا الموضوع. وقال إن في برضه تغيرات جوهرية حدثت أثناء التشغيل فيما يتعلق بالفتحات الخاصة بتوليد الكهرباء، وهذا غير منطقي ويضع العديد من علامات الاستفهام، بالإضافة إلى طريقة ملء السد وعدم الاستفادة من هذا الملء، خصوصا وأنه حتى الآن لم يتم استخدام هذه المياه في عمليات توليد الكهرباء. وأخيرا الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحمل المنطقة لأي إنشاءات خرسانية. ولفت بخيت إلى أنه في حال انهيار سد النهضة سيكون الوضع كارثيا على السودان، وزي ما حضراتكم عارفين أو أغلب حضراتكم عارفين إن في فالق عظيم عند إثيوبيا، الفالق ده بيؤدي لزلازل كتيرة جدا، ده ممكن في أقل من ساعة يتسبب في يعني انهيار سد النهضة، وهذا الأمر خطير على السودان وأهل السودان. يعني 20 مليون سوداني مهددين إنهم يعني للأسف يتبادوا بسبب إن المياه المخزنة في خزان سد النهضة هتكون يعني كمية ضخمة جدا من المياه، هتكون عاملة زي القنبلة المائية، فيتحول سد النهضة من منشأة ميدانية لعمل عسكري ضد السودان. هذا الأمر في منتهى الخطورة، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا نخش على الخبر التالي. ننتقل مع بعض في خبر آخر، وهام جدا مصر سترد رد ناري على مجلس الأمن بسبب تجاهل إدانة الملء الثاني لسد النهضة. وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن أن مصر هتعبر عن عدم ارتياحها لتجاهل إدانة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي. في تصريح لقناة أون المصرية قال الوزير سامح شكري أن في أهمية لطرح أزمة سد النهضة على مجلس الأمن وتحميله المسؤولية باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بالحفاظ على السلم والأمن والدبلوماسية الوقائية، ومنع تطور الأمور بشكل سلبي يؤدي لصراع، والمجلس على مدار عامين يعقد جلسة علنية وهو أمر في حد ذاته إنجاز لم يحدث على مدار 75 سنة، لأن المجلس كان يتجنب مناقشة تلك القضايا وأنها لا ترقى إلا للنطاق الاقتصادي بقضايا الأنهار. وأشار إلى أن المداخلات التي تمت من الأعضاء بها اهتمام بالقضية وتقديم لضرورة التوصل لاتفاق، وفي إجماع لدى أعضاء المجلس للتوصل لاتفاق من خلال المسار الإفريقي، وهذا إنجاز أيضا لأن الأمور لن تمتد إلى ما لا نهاية ولها نطاق زمني تعمل فيه، وهذا الأمر يعزز فكرتنا وتحميل المسؤولية السياسية للأطراف. وهنا بالتأكيد الطرف الإثيوبي هو الطرف الرافض لإبداء المرونة في المفاوضات، وبالتالي تقع عليه المسؤولية السياسية
ومصر أكدت للمجتمع الدولي ووضعت في إطار رسمي تاريخ وتسلسل ما حدث من مفاوضات طوال 10 سنوات. وتابع ما حدث دفعني أن أشير لبيان الاتحاد الأوروبي حول قلقه تجاه الملء الأحادي، ومندوب فرنسا أشار إلى ذلك في بيانه. باقي الأعضاء تناولوا قضية عدم اتخاذ إجراءات أحادية بعموم الكلام في إطار تجنب الملء الأول والثاني، وهذا يأتي في إطار التوائم، وهو موقف ينم عن محاولة توازن لمراعاة سياسات وطنية. دائما لابد أن نتعامل مع الواقع والأمور من منطلق واقعي، ولا يمنع أن نثير هذا الأمر في اتصالاتنا مع الأعضاء. لفت أن الخارجية ستقوم بإثارة تجنب بعض الدول الأعضاء مجلس الأمن الحديث عن الملء الأحادي من قبل إثيوبيا في الاتصالات مع أعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة، مع إبداء عدم الارتياح تجاه هذا الموقف. مصدر معانا كامل اليوم 27، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. طبعا مصر ستثير هذه القضية للدول الأعضاء في مجلس الأمن عشان يعني ما طلعوش بيان إدانة للملء الأحادي لسد النهضة، الخزان سد النهضة من الجانب الإثيوبي، ومصر يعني أعتقد أنها ترد بطريقتها الخاصة. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان هام من الجامعة العربية على تأييدها للموقف المصري والسوداني، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن الجامعة تؤيد الموقف المصري السوداني في ملف سد النهضة. وخلال تصريحات متلفزة قال زكي أن المسعى المصري والسوداني في قضية سد النهضة كان يهدف بشكل أساسي إلى أمرين: الأول هو توعية الرأي العام الدولي من خلال الاقتراب من مجلس الأمن، وذلك باعتبار أن هناك مشكلة رئيسية تهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. إما الأمر الثاني، فأشار المسؤول إلى محاولة القاهرة والخرطوم استصدار رد فعل من المجلس للموافقة عليه والبناء عليه، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبي كان له حق توضيح موقفه، ولكن رد فعل المجلس كان معروفا من البداية أن به صعوبات، وهذا أمر مطروح للبحث مستقبلا. أوضح أن الموقف داخل جامعة الدول العربية به تأييد كامل للموقف المصري والسوداني. أضاف: ولا أريد أن يفهم من ذلك أنه تأييد أعمى، خاصة أنني حضرت حوارات لمصلحة الموقفين المصري والسوداني وتأييد حقوقهم المائية والوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. مصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، يعني أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ومتقلتش عليكم إن شاء الله، ويعني انتظرونا في دايما أهم الأخبار بننشرها لحضراتكم على مدار اليوم إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب، وكان معكم إسلام الأمير، وتحية طيبة لأبانوب خلفاء والمسؤول عن المونتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.